قبالة السواحل الغربية للمحيط الهندي، حيث دول شرق إفريقيا تتناثر الجزر التي وصل إليها العمانيون منذ أزمان بعيدة، واستوطنوها وحكموا معظم أجزائها. وجزيرة باتي واحدة من أرخبيل هذه الجزر الجميلة الخضراء مقابل الشاطئ الكيني، وتتكون من ثلاث مدن رئيسية هي باتي وسيو وفازا. أقرب محطة للانطلاق إلى جزيرة باتي هي ميناء جزيرة لامو الذي يعج منذ الصباح بحركة المسافرين منها وإليها بعد أن اشتروا حاجياتهم ومستلزماتهم المعيشية. يكثر هنا استخدام السفن والقوارب الشراعية التقليدية للتنقل بين المرافق المتقاربة، ويقبل عليها معظم السكان. لا تخلو الرحلة من المشقة والمتعة معاً، فاجتياز هذه الممرات المائية الضيقة بين غابات أشجار القرم يجب أن يتم قبل انحسار المد البحري، حيث تصبح المياه ضحلة فيتطلب دفع القارب يدوياً لمسافات طويلة. ولتكون قراءتنا للتاريخ أسهل وأوضح، هكذا وجدناها بكراً لم تطلها يد المدنية الحديثة. بهذه البساطة والهدوء والسكينة تستقبل الداخلين إليها. الأزقة ضيقة طويلة في الغالب، وقلما تصادف فيها أحداً من المارة. صوت الآلات والسيارات معدوم في باتي. إنها قرية بحرية عتيقة، بنيت من الأحجار وكذلك من السعف. الشبه كبير بينها وبين القرى الساحلية العمانية. كثيرون هنا من أصول عمانية واضحة، ولعل قبيلة النباهنة هي الأبرز. ورغم تمسكهم بجذورهم العربية والدين الإسلامي، إلا أنه لا بد من التأثر في بعض الأشياء مثل اللغة والأسماء، حيث اتخذ كثيرون أسماء إفريقية. فمن ملوكهم مثلاً الملك أحمد سيمبا أي الأسد، ومن نسائها كانت هناك الملكة خديجة النبهانية. حديث الأطلال عميق مفرح مبكي. بقايا مدينة قديمة تتحدث عنها هذه الجدران. ومن قصص القرن الثالث عشر الميلادي لجوء الملك سليمان النبهاني إلى باتي ومعه كثير من الثروات، فتزوج ابنة الحاكم إسحاق البتاوي، وبعد أسبوع حصل على حكم المنطقة كهدية زواجه من والد العروس، ومن وقتها بدأت سيطرة النباهنة على المنطقة. باتي كان مدينة كبيرة جداً،
كانت باتي قديما مدينة عظيمة يقطنها أكثر من 10,000 نسمة من المسلمين، وقد اعتنوا بعلوم الدين عناية بالغة، وكانوا يكتبون القرآن الكريم باليد، وكذا كتب السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، كما أنهم اعتنوا بحفظ القرآن الكريم فحفظه الكثيرون منهم. قدم إلى هذا البلد وحل ضيفا عليه من مسقط بعمان رجل يسمى سليمان النبهاني، وكان فقيها ورعا، فقام بنشر العلم في أهل هذا البلد فأحبوه ووقروه وزوجوه امرأة منهم، فأنجب عددا كبيرا من الأبناء، ثم توجوه ملكا عليهم ليحكم مدينة باتي، وكان عظيم الشجاعة. ولما توفي خلفه في الملك أبناؤه، وقد تناسل هؤلاء النباهنة فكثر سوادهم وتداولوا ملك هذا البلد لعدة قرون، حتى جاء سلطان زنجبار فاستولى على جميع مدن هذه الجزيرة من سيو ونوندو وفاز إلا مدينة باتي، وقد تصالح مع ملكها فتخلى الملك عن هذا الجزء من باتي لسلطان زنجبار. لم يبقى أي مبنى مكتملاً في هذه الآثار التي تعود للقرنين 15 و16 على الأقل، عدا أجزاء من جدران ظلت تحمل بعض النقوش والزخارف لحضارة مزدهرة حملت لمسات عمانية واضحة. إنها قصور على درجة عالية من الفن المعماري. هذا هو مسجد النور الذي قاومت جدرانه وأعمدته صروف الزمن، إلا أن سقفه هو الآخر قد تكدس داخل المبنى، حتى المتبقي من الجدران قد تصدع. والملفت في المسجد أن له محرابان متجاوران، واضح أنهما كانا على درجة جيدة من الفن المعماري. ومن الملفت أيضا أن هناك أعمدة وجدرانا تلي المحراب مباشرة، بحيث لا يتسع المكان حتى للسطر الأول من المصلين، وهناك أكثر من مسجد بهذه المواصفات. تبقى قليل من أجزاء المئذنة التي لم تكن عالية الارتفاع، تماما مثل معظم المآذن في المساجد العمانية التاريخية. هذه القبور يرجح علماء الآثار أنها تعود إلى القرن 12، وأن هذه الأضرحة الهرمية هي قبور نسائية والأخرى رجالية. مدفع مهمل تدوسه أقدام المارة بعدما كانت طلقاته تدوي، ربما دفاعا عن أصحاب هذه القبور أو حتى عن أحفادهم. قراءة المكان لابد وأن تستوقف الباحثين والمهتمين للكشف عن أسراره الكثيرة. وإذا كان لدولة النباهنة قصب السبق في وجود الحضارة العمانية هنا، فإنها قد خضعت أيضاً فيما بعد لدولتي لعاربة وآل بوسعيد. هذه كانت أموال أهلي وقد ورثناها من أجداد أجدادنا، وكان أهلنا يعيشون فيها وقد توفوا كلهم،
وبقينا نحن مع هذه الأطلال وانتقلنا للسكن في مكان آخر، ولكنها تبقى أموالنا. تعيش في باتي قبائل النباهنة والكنود وغيرها، وكذلك قبائل وكوكومو ووانتو وقبائل أخرى. أما هذه الآثار فلكل قبيلة جزء منها ويقومون بالمحافظة عليها، ونقوم بزراعة هذه الأماكن وخاصة زراعة الغليون الذي كان في السابق يدر دخلا جيدا على باتي، كما نزرع الذرة والسمسم ومحاصيل أخرى. وتتولى إدارة المتاحف المحافظة على هذا المكان رسميا، ولا يحق لنا التصرف فيه بالبيع وغيره. وفي جهة أخرى من جزيرة باتي تقع قرية سيو التي تستقبل القادمين إليها بهذا الحسن. ما لا تخطئه العين أن الحصن يكاد يكون نسخة من الحصون في عمان. Siu Fort, which is also in Lamu region. Siu Fort was initially built by people of Siu. بدأ أهل سيو إنشاء الحصن في عهد السيد سعيد، وكانوا يعانون من مشكلة مالية بعد أن وصلوا إلى مرحلة معينة في البناء ولم يستطيعوا التكملة. فجاء السيد سعيد سلطان زنجبار في ذلك الوقت وأرسل مساعدة لتكملة بناء الحصن. He was also called to assist the completion of Siu Fort. المادة الأساسية في البناء هي الأحجار وبعض التكوينات البحرية. برجان دائريان رئيسيان يتقابلان بضلعين متخالفين وهما متوسطا الحجم بمقاييس تنسجم حجم الحصن. مرامي المدافع والبنادق تتوزع بشكل متقارب على الأضلاع الأربعة للحصن، مدفع هنا وآخر هناك داخل وخارج الحصن. لم تعد تتخذ وضع الاستعداد. ترى هل ستظل مهملة هكذا؟ الأبواب خشبية مزخرفة كالعادة وبأحجام تتلاءم وهيبة البناء. خلف الباب الرئيسي الذي يتوسط الحصن مباشرة غرفة الحراس المناوبين. يتوسط ساحة الحصن الواسعة
هذا المسجد الذي يبدو أنه كان أنيق البنيان، أما حجمه فيكفي للموجودين بالحصن، وبجانبه بئر ماء كما هو الحال في الحصون والمساجد الأخرى. وواضح أن الحصن لم يستخدم للسكن لعدم وجود غرف للمعيشة داخله. كيف تعمل الحكومة هنا في كينيا للمحافظة على مثل هذه الآثار؟ وهل لديكم برامج للترميم وصيانة مثل هذه المواقع؟ I think through the National Museum of Kenya we are very much trying to preserve and to conserve these monuments for the sake of people like you coming to see what your four and four grandfathers did in this country. But depending on government grants alone is not enough. So we have been trying through donor funding, through writing proposal to ask for fund. نحاول المحافظة على هذه الأماكن عن طريق إدارة المتاحف الوطنية حتى تتمكنوا من مشاهدة إنجازات أجدادكم في هذا البلد، ولكن الاعتماد على الحكومة فقط لن يكفي، ونطالب بالمساعدات لترميم هذه المباني حتى لا تتعرض للاندثار والزوال. أنتم هنا اليوم ترون بأنفسكم، ونحن نرحب بدعم الحكومة العمانية والتعاون الثنائي في سبيل المحافظة على هذه الآثار. Such a conservative and very attractive building. The National Museum of Kenya will really appreciate that. ومن سيو إلى بازا، حيث تعود السكان على التنقل منها وإليها مشياً على الأقدام، فهي في الجانب الآخر من الجزيرة، فلا توجد هنا وسائل نقل حديثة. قرية بسيطة لم تعرف بعد أسباب المدنية من مرافق عصرية وغيرها. يتم جمع مياه الشرب بواسطة قنوات ألواح الصفيح هذه لتخزينه في حوض تحت الأرض. وطبيعي أن تخلف الحضارات السالفة قبور أبطالها وصناعها. من هذا القبر نقرأ: تذكار السيد حمد بن أحمد البوسعيدي المعروف بالسمار، الذي اشتهر كقائد بجيش السيد سعيد في بندر عباس في الخليج،
كان والياً على بندر عباس عام 1238 هجرية، قاد جيشاً ضد المزاريع عندما رفضوا أوامر الإمام في باتي وبيمبا ومومباسا. وفي عام 1248 هجرية أرسل لمحاربة قبيلة الباجون في سيو، وإن كان قد غلب في عام 1260 هجرية فقد غلبهم وأعاد سيو. قتل السيد حمد عام 1269 في سيو، وهو جد زوجة السيد خليفة بن حارب سلطان زنجبار، السيدة نونو بنت أحمد بن حمد. السيدة نونو هي التي وضعت هذا الحجر التذكاري على القبر عام 1959 في 30 من نوفمبر. هذه هي جزيرة باتي، تنتظر من يستنطق أحجارها ويكتب على أشرعتها البيضاء ملحمة من تراث الأجداد.